جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة إبراهيم الجبوري مطالبته رئيس الوزراء ووزير التربية اعتماد المعادلة التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الإعدادي بكل فروعه مع 10 درجات، وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى أرقام مرعبة، مؤكدا أن إجراء الامتحانات بشكل قصري وإجبار الطلبة على التجمع في قاعات مغلقة هو خطوة كارثية لم تقدم عليها أي دولة.